البلديه. اي صناعه هذه. والله صار لنا 30 سنه. شوف الوضع هنا. والله الحمد لله زين، بس شويه زحمه زحمه، يعني انا تعرف عندك ازدحامات، ما تعرف هذا الشارع انسد يجيك من هنا العالم، ما تعرف شلون يطلعون. يعني احسب نوبات الشغل عندنا يصير زحم، من ما نقدر نشتغل. جماعتنا يجون ساعه يستندرون، يا ابو والله نحن عندنا ازدحام. احنا نريد نشوف لنا حل ويا هذه السالفه. والله وطبعا احسن انسان يعني دائما يطور نفسه الى الاحسن غير، يعني صناعه نموذجيه مثل ما الاربيل ادهوك، حتى مثل ما يقولون حتى واحد من يشتغل يشتغل براحته. هاي الازدحامات هذا هو الشارع خاصه، هذا بالاخص هذا الشارع يصير فيه ازدحام. والله طبعا يصير ازدحام كراد، يعني السيارات تقف بنص الشارع. والله اي الشوارع ضيقه ويصير يوقفون شايدين شاي ثاني دائما، فيصير ضيقه فيصير ازدحامات. اصلع سيارتي. ايش سيارة؟ والله بيها خربطه شويه، فجيت بدل النوزلات يعني. نعم. شلون تشوف الصناعه مكتظه؟ مكتظه ازدحام بشكل. يرادنا توسعه مثلا الصناعه، توسعه مدينه صناعيه كامله بتوسعه. شوارع محلات، لان هسه المحلات مكتظه واحد بيم الاخر. فلما تيجي تراجع ابو فايف فيتر ابو وايرمان، شوف مكتظ بشكل، مجال ما عندك. انشاء صناعه جديده وتوسعه اكبر، يعني مساحه اكبر. من تفوت على الصناعة براحتك، تفوت على جراج، تفوت على ساحة، يعني لازم يكون أوسع.